بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الأولى لمساق كالكولوس 201. يتميز المتجه الفيكتورز بوجود الماجنتيود ويرمز لها بالرمز يو هاي، والدايركشن بتاع المتجه ونقطة التأثير، يعني ثلاثة بيحددوا المتجه. سكيلر الكمية بتاعته هي التي تحدد ايش سكيلر. ولكننا في هذا المساق 201 راح نطلق نقطة التأثير ونتعامل مع الفري فيكتورز فقط. بهمنا ايش المقدار والاتجاه، ولا يهمنا نقطة التأثير. فبالتعريف يو تساوي في متجهين متساويين اذا كان لهم ايش the same magnitude and the same direction and the same direction. اذا نقطة التأثير ما بتهمنا بالنسبة لمين، لهذا المساق. هدول المتجهات تسموه free vectors، متجهات حرة. يو في ار بارلل، بسميهم بارلل متوازيين، ويرمز لهم بالرمز يو توازي في. اذا قدرنا نلاقي سي عدد ثابت بحيث انه واحد فيهم يساوي الثاني ضرب عدد ثابت. اذا كانت السي موجبة بنقول عنهم in the same direction، واذا كانت السي سالبة بنقول and they are in the opposite direction. هلا كلمة البوزيشن فيكتور يعني عادة بنوضح متجه بيبدأ بنقطة وينتهي بنقطة من A إلى B. طبعا أنا بهمني مين القوة بتاعته، مقدارها. المقدار بتاعتها هي B ناقص A، بيسموها position vector of AB. بنطرح B ناقص A هاي position vector، وفكرتها انه اذا حطينا بالأوريجن البداية وين بنوقف عند النقطة B، هاي النقطة B اسمها position vector لمين؟ ل AB، وقيمتها تساوي إحداثيات B ناقص إحداثيات A. فإذا خلينا نعتبر الفيكتور سبيس R تكعيب كل الثلاث المرتب الخاضع للجمع التالي، الجمع كومبوننت وايز، الطرح كومبوننت وايز، والضرب أيضا كومبوننت وايز. المتجه يسمى يونت فيكتور إذا كان طوله يساوي واحد بالضبط يونت. طبعا بناء على هذا التعريف المتجه اكس واي زد بنقدر نحطه اكس صفرين زائد صفر واي صفر زائد صفر صفر زد. بنطلع الاكس برا بصير اكس في واحد صفر زيرو زيرو، هذا بسميه اي، زائد واي في زيرو واحد زيرو بسميه جي، وزد في زيرو زيرو واحد بسميه كي. اذا طلاب الهندسة ما يحبوا يحطوا الفيكتور اكس واي زد، بحبوا يحطوا الفيكتور اكس اي زائد واي جي زائد زد كي، زي طلاب الفيزياء. هيك طلاب الفيزياء والهندسة، هيك طلاب الرياضيات. في عندنا نوعين من الضرب بين المتجهات، في الاول دوت برودكت او سكيلر برودكت او انر برودكت. تعريفه فيكتور دوت فيكتور يساوي هيك تعريفه، بضرب السينات مع بعض، الصادات مع بعض، والزدنات مع بعض، وبرد اجمعهم. اذن الجمع بتاعهم او ضرب الانر برودكت لمتجهين هو عبارة عن سكيلر، عدد حقيقي. بالنسبة للكروس برودكت تعريفه بالفيزياء اخذته يو كروس في، بنسوي مصفوفة الأولى اي جي كي، الثانية المتجه اللي بيجي على اليسار، والثالثة المتجه اللي بيجي وين على الثاني. طبعا فك المصفوفة هو كالتالي. في عندنا بعض التمارين show that
يوضط بي المطلق بتاعها اقل من او يساوي طول اليو في طول البي تمرين هذا لكم. وبالتالي اذا قسمنا اليوضط بي على طول يو طول بي هاي الكمية مطلقها اقل من او يساوي واحد فبنسميها كوساين ثيتا، والثيتا هي الزاوية بين اليو والبي منطلقين من نفس النقطة، الانطلاق نفس النقطة. Show that U dot V تربيع، U dot V تربيع زاد U cross V طول المتجه تربيع يساوي طول U تربيع في طول V تربيع. وبناء عليه من واحد واثنين نستنتج أن طول U cross V تساوي طول U في ضرب طول V في ساين ثيتا، في ساين ثيتا. لو قال لي طلع مساحة المثلث هذا شو مساحته، تساوي نص حاصل ضرب الضلع هذا في الضلع هذا في جيب الزاوية هاي. يعني بما معناه مساحة المثلث المكون من يو وبي والزاوية بيناتهم ثيتا هو نص حاصل طول اليو كروس بي، نص حاصل طول اليو كروس بي. تمرين آخر أثبت أنه سي يو طوله يساوي مطلق سي في طول يو، اليو متجه والسي عدد حقيقي. خمسة أثبت أنه إيش المطلق ليو بلس بي أقل من أو يساوي طول اليو زائد طول البي، هاي بسموها المتراجحة المثلثية، هاي المتراجحة المثلثية، لأنه هذه لو كملتها بتطلع يو بلس بي أو بي بلس يو أو بي ناقص يو. إذن طول ضلع في المثلث أقل من يساوي مجموع طول الضلعين الآخرين. وأخيرا the direction of V is the unit vector having the same direction as U. وأثبت أن الدايركشن بتاع البي يساوي البي مقسوم على طولها، على طولها. وأثبت أن هاي تمرين وهي تمرين، وهاي عندنا الدايركشن كوساينز والدايركشن ساينز. الزاوية ألفا هي الزاوية المصنعها المتجه مع محور السينات الموجب، بيتا مع محور الصادات الموجب، وجاما مع محور الزدات الموجب. طبعا في عندنا تمرين أثبت أنه يو على طول اليو، يو على طول في يو هي كوساين ألفا فاصلة كوساين بيتا فاصلة كوساين جاما، وبالتالي مجموع كوساين تربيع وكوساين تربيع وكوساين تربيع يساوي واحد. السلام عليكم ورحمة الله.